تقول لديها خادمة مسلمة وترغب في معرفة ما تعمل مع أبنائها أثناء غيابها من المنزل خاصة. تقول لديها خادمة مسلمة. نعم. وترغب في معرفة ما تعمل هذه الخادمة مع أولادها أثناء غيابها من المنزل خاصة وهي تعمل معلمة، وترغب في شراء جهاز تنصت يسجل الصوت والصورة في شريط ثم تعرض ما يحدث في البيت دون معرفة من بداخل البيت، فما حكم ذلك؟ إن كانت تثق بهذه الخادمة فلا داعي إلى جعل هذه الأدوات، لأن هذا قد يحدث شيء من الشقاق. لو اطلعت الخادمة على هذا ربما يحدث شيء من الشقاق والنزاع وإحداث الضرر، فما دامت أنها تثق بها فإنها لا تعمل هذا العمل، وإن كانت لا تثق بها فإنها لا توليها تربية أولادها، ولا حاجة إلى عمل هذه الأشياء. نعم.